الحمله ما بدأتش من اول يوم 28، الحمله بدأت قبلها بيومين، نزلنا عملنا خط، دربنا الناس على خط السير اللي هيمشوا فيه. ماشي، الحمله ديت مش زي اي حمله، الحمله ديت طقم جديد وحاله تكافؤ، ماشي للانتهاء من شن الاطفال نهائيا في مصر. الحمله دي بتبدا من بيت لبيت ومن شقه لشقه، ماشي، بينزل مراقب الصحي ومعاه اثنين تمريض بيعملوا مسح للمنطقه، كل متقسمه الى مربعات، كل مربع واخده ثلاث فرق ومعاهم مشرف. المشرف بيذلل لهم اي عقبه تقابلهم ويجيب لهم طعوم، والحمله بتطلع من بيت لبيت ومن شقه لشقه، ماشي، بينزلوا من فوق، بيبداوا من لو العماره 11 دور بيبدا من الدور ال 11 ياخد اليمه الشمال ويعلم، لو في لو شك او لاحظ ان في خلل او حد ما اقتنعش 100% ان كل اللي بيطعمه بيدي دايره وعلامه اكس، ويرجع لها في نفس اليوم بس في ميعاد مختلف. ممكن يكون الام بتشتغل او موظفه وبتجيب ولادها من الحضانه الساعه 3، بنرجع لها الساعه 3، ما لقيناهاش بنروح لها ثاني يوم ونحط برضك نفس العلامه صح او غلط او ما فيش. لو هي الطفل الطعم في اي مكان بنحط علامه صح، وبنكتب في المكان المتخلف ان الطفل ده هو تطعم في الحضانه او تطعم في المركز او تطعم في اي مكان. الحمله عندنا 27 فريق، 25 فرقه متحركه وفرقتين ثابتين في قلب المركز الصحي. ال 75 بينزلوا الساعه 7:30 الصبح يكونوا في الميدان تحت، والفرقه الثابته بتنتهي لحد الساعه 8 في المركز الصحي. هو مفيش حاجه، والطعم امن، وعندنا مونيتور على الازازه، لازم الممرضه اللي بتطعم بتشوفه قبل ما تطعم الطفل، وكل الطعوم امنه، وعندنا مركز صحي فيه مخزن الطعوم نفسه في قلب المركز، وعندنا الثلاجات بتاعتنا، وكاس التبريد بتطلع معك كل ما في كل شويه بنغير كيس التبريد لو هو شاي او حاجه، ونبدل كيس التبريد جديد، ما بنديش طعم من اي حد غير ما نشوف المونيتور بتاع الازاز. تمام يا استاذ حمدي، شكرا ليك. وشكرا لجميع افراد المركز، وطبعا عملنا زياده عن النسبه بتاعتنا كمان 101% من جميل والله جميل المستهدف. وبعدين احنا عندنا الطعوم بتستلمها واحد المسؤول عن سلسله التبريد، وتسلمها للناس الصبح، وبتستلم منهم وهي جايين لو ازازه فاضله او حاجه، وبتستلم منهم الفرق كمان، يعني تستلم الفرق لاطمئنان التفتيش لما يجي علينا يعرف فعلا ان الازازه اتاخدت ولا ما اتاخدتش. شويه هتكلمكم بالظبط هي بتعمل ايه. مسؤول التبريد، شكرا. اول حاجه احنا استلمنا الطعم بتاع الحمله قبلها بيوم، وجهزناه وعدناه للفرق، وجهزنا كل فرقه على حده، واول حاجه اتاكدنا ان الطعم امن وصلاحيته لسه 1/25، وسلمنا الفرق، جهزنا الكلام وحطينا لهم اكياس التبريد، وسلمناهم كل فرقه العدد اللي المراقب قايل عليهم، والحمد لله رب العالمين كل حاجه مشي كويس، والحمله مشي كويس، وتعبنا وزمايلنا تعبوا ولقينا في الاخر نتيجه كويسه. تمام والله، انا شايف جهدي مبذول والله بصراحه، من الطاقه من الاطقم الطبيه كلها، يعني التمريض والطلبه احنا عندنا فريق صحي ما فيهوش جدال، قايم على اكمل وجه، وكل هدفنا نوصل الطعم سليم وامن للطفل. انا اسمي مصر ايهام جمال ابراهيم السيد عطا، مدرسة تمريض بنات شبين الكوم تبع القصر التعليمي. جينا الحمل بتاع شلل الاطفال، معانا 48 طالبه. المفروض ان انا كل يوم باجي من هنا الساعه 7 الصبح بتمم على الاي دي، وبتمم على اللبس بتاع البنات، وبشوف كل بنت معاها مشرف ومعاها الكولمان بتاعها، وبتمم على انهي جهه هي خط السير بتاعها، وبتمم على الكراسه بتاعتها، بشوفها عملت كام حاله، مين المتخلف، مين اللي اتطعم، مين اللي ما اتطعمش، ايه سبب التخليف، طب في متابعه، طب التواريخ، طب الساعه كام، وبشوف العلامات وبراجع كل يوم معاهم العلامات، وكم تطعيم خدته النهارده، وكم كل من استلمته من المشرف، طب هتروح بعد الموقع بتاعها بعد خط السير هتخلص هتروح في انهي مكان تاني، ده كله احنا بنيجي الصبح عشان نتابع مع البنت قبل ما تنزل، وبنتاكد ان كل بنت مع المشرف بتاعها ومستلمه الكولمان بتاعها ومستلمه الكراسه بتاعها، ولما بيرجعوا برضه بنتمم تاني على التطعيم والعدد الازاز اللي استخدموها، وكم طفل اتطعم في اليوم ده وفي الوقت ده ذات نفسه، وبناكد عليهم على العلامات اللي بيكتبوها على البيوت عشان نشوف مثلا الطفل ده اتطعم ما اتطعمش، نراجع كمان التواريخ الساعات، ونشوف البنات استفادوا ايه من الحمل.
تمام. شكرا لكم والله على الجهد المبذول. شكرا لحضرتك وشرفتوا حضرتك طبعا. ومن الداتا طابورت كلها ومن الاطقم طابورت كلها ومن جميع افراد المركز. شكرا لكم. شكرا.